القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفصل في هذا اللقاء الممتع الطيب المبارك مع حبيبنا وشيخنا شيخ محمد سالم أحمد. نجدد الترحيب به شيخ محمد. جزاكم الله خير شيخ محمد. قبل الفصل قلنا يعني ما شاء الله حصلت على إجازة في قراءة الإمام عاصم، أيضا في روايات أخرى وفي قراءات أخرى نطلع عليها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حصلت على إجازة بقراءة الإمام عاصم في 2009 2010 في أواخر 2009 من شيخي وأستاذي، أسأل الله أن يبارك في عمره، الشيخ محمود علي عبد الله. في حقيقة الأمر هذا الشيخ أنا ليست لي كانت علاقة به إلا من أخي الشيخ سيد القوصي، فهو الذي يعني عرفني عليه وبدأت أقرأ على يديه. فكنت أذهب إليه من بلدنا، هو يبعد عن بلدنا ما يقرب من 30 كيلومتر أو تقريبا يعني هكذا، فكنت أذهب إليه أحيانا. المواصلات كانت متعبة جدا، فكنت أحيانا والله الذي لا إله إلا هو أذهب على قدمي، أذهب على قدمي من بلدنا قرية عرب مطير إلى قرية العصارة أنا وأخي الشيخ سيد. وهذه كانت يعني من عناصر الحفظ القرآن الكريم، أخي الشيخ سيد القوصي والإخوة الأصدقاء. فقرأت على هذا الشيخ وبدأت معه وأثنى علي خيرا، فيقول لي فجأة فقال لي من حفظك القرآن الكريم؟ فقلت له والله شيخي أنا بدأت مع فضيلة الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه، وبعد ذلك رجل وافته المنية، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فاجتهدت من نفسي وأتيت بجهاز كمبيوتر وبدأت آتي بفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عباس عبد الصمد وأستمع إليهم وهم يتلون في الكمبيوتر. وبعد ذلك فبدأت أقرأ عليه وقرأت عليه الجزء الأول والثاني والثالث، حتى كان يقول لي ما وجدت صديقين يعني زيك أنت والشيخ سيد، يعني كنا نعينه دائما بعض على طاعة الله. كنت أذهب إلى الشيخ سيد والشيخ مؤمن كذلك الأمر وأخذ بهم على الموتوسيكل ونذهب إلى الشيخ. فالحمد لله رب العالمين أتميت معه إجازة بقراءة الإمام عاصم برواية الشعب وحفص، وأجازني ويعني عمل لي حفلة جامدة بسم الله ما شاء الله. فإداني الإجازة كانت في رواية حفص؟ كانت في رواية حفص ورواية شعبة، روايتين قراءة الإمام عاصم جمعت بينهما. شيخ محمد، انت الان يعني انتهيت من مرحله العليا في معهد القراءات، حصلت على الاجازه في والان في تخصص. هل هذه الاجازه كما قلت حضرتكم يعني تستطيع انت تجيز فيها غيرك ام لا؟ والله الشيخ كتب لي في هذه الاجازه اجزته ان يقرأ في اي مكان نزل وفي اي قطر حل، يعني الاجازه حصلت عليها من الشيخ. من الشيخ. اما شهاده معهد القراءات؟ لا، شهاده معهد القراءات لا تعني ذلك. يعني شهاده معهد القراءات نحن يا اخي لم نتعلم في علم في معهد القراءات يعني بسبب ما يحدث. صحيح. بسبب الفتن وما يحدث في المعهد وقله الاهتمام، قله الاهتمام من القائمون على على الازهر الشريف. وانت تعلم طبعا ما كان يفعله النظام السابق. يعني ما الفائده؟ كثير من الناس يتقدمون لمعهد القراءات، طيب ما الفائده وما سر هذا الاقبال على في معهد القراءات والحصول على هذه الشهاده؟ ما فائده هذه الشهاده؟ والله لا ننكر يعني انه في معهد القراءات مصر يعني بلد القران الكريم. مصر بلد العلم والعلماء، فالناس تقبل على هذا المجال يعني ليقينهم بان معهد القراءات به علماء. والله ومنذ 10 سنوات وما يقرب من 8 سنوات كان في معهد القراءات أسيوط علماء أفذاذ أجلاء. صحيح. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كانوا يدققون في كل حرف في كتاب الله، لا يتساهلون كما يفعل اليوم. لكن للأسف يعني وجدنا في هذه الأيام إجازات تخرج ووظائف، أسأل الله أن يصلح الحال والمآل. فنحن في زمن الفتن. صحيح. والفتن ظهرت كما كان لسه تكون في ذنك قطع الليل. نعم كده. فالقابض فيه على دينه كالقابض على جمر من نار. أصلح الله الحال والمآل. شيخ محمد ربنا يبارك فيك. أنت ما شاء الله يعني لك مواهب أخرى بجانب القرآن الكريم وجانب القراءات، ألا وهي الابتهالات. نعم. عاوزين نسمع ابتهال، ولكن قبل ابتهالات نتعرف على بداية الموهبة معاك ومع الابتهالات. والله بداية الموهبة كانت مع بداية موهبة قراءة القرآن الكريم وتجويده.
فالحمد لله رب العالمين كنت أسمع دائما لفضيلة الشيخ علي الزغلول. يعني بجانب حفظك للقرآن كنت دائما تستمع للمتهلين. نعم نعم. لماذا؟ لأصوات يعني تأخذك إلى الجنة. صحيح. أصوات المتهلين، فضيلة الشيخ علي الحسيني، فضيلة الشيخ علي الزاوي، هؤلاء العظام، فضيلة الشيخ نصر الدين طبار. نعم. هؤلاء العظام يعني الذين أناروا لنا الطريق. طب يا ريت نسمع حتى وتر واحد إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ مصرنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا رب ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أنابا ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أنابا متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وخطابا هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما فوق البساط دنا ونودي باسمه دسي يا محمد فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد لا تخف إرعابا أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا
جزاكم الله خير يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. هنستقبل هذا الاتصال من فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا فاطمه، اهلا وسهلا. الحمد لله. كيف حالك وحال اخيك الشيخ احمد؟ الحمد لله. ربنا يكرمك يا فاطمه، اتفضلي. عبد الله بيسلموا عليك. اسال الله سبحانه وتعالى يسلمهما من كل سوء. وادعي لابي ربنا يشفيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه. انا مش عارفه اقول للشيخ محمد حاجه بس. اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا من اسيوط الفايمه، جدي جلال خيالي كلهم بيسلموا عليك والعيلة كلها. سلمهم الله من كل سوء. ربنا يبارك فيك يا فاطمة. وبندعي الشيخ محمود اللي هو بقاله حلقتين بيجيب من أسيوط والفايمة. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمنا إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا فاطمة، شكرا على هذه المداخلة الطيبة. شيخ محمد، يعني كثير من الناس يعني يحفظون القرآن الكريم، وخاصة كبار في السن من دون حفظ القرآن الكريم وعندهم إصرار وعزيمة، ولكن يعانون من النسيان. كيف نثبت الحفظ وكيف ننسى القرآن الكريم؟ بكثرة التدبر. كثرة تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. فكلما تدبرت الآية وتدبرت كلام الله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا أدعى لتثبيت الحفظ. كلما كان هذا أدعى للخشوع، وجعلك لا تنسى بإذن الله تبارك وتعالى. فالحفظ أولا لابد أن يأخذ عن شيخ طبعا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يهتم هو بالمراجعة اليومية، يعني يكون له ورد يومي لا يقل بحال من الأحوال عن جزء يوميا، حتى يختم في بداية كل شهر عربي بإذن الله تعالى. هيبقى في سؤال هام، ألا وهو يعني أن الطالب أو الحافظ أو قارئ القرآن الكريم، هل يجوز له أن يقرأ على شيخه عبر التليفون أو الإنترنت؟ هذا ما سنعرفه من شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا شيخ جميل. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، ويعني أشكرك على هذا البرنامج، جزاك الله خيرا. وإياكم، ربنا يبارك فيك يا شيخ جميل، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. وأشكر شيخ محمد سالم على يعني ما قدمه. منور الشيخ محمد. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك، يعزك الله. ونريد أن نوجه كلمة للأمة للدماء الذي يسفك في مصر ويسفك في سوريا، وأسأل الله أن يعصم دماء إخواننا في مصر وفي سوريا. آمين يا رب العالمين. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد ذكر الله تعالى في هذه الآية 4 عقوبات: أنه جزاؤه جهنم خالدا فيها، أنه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري ومسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال أيضا في النسائي وابن ماجه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فأقول لمن يريدون أن يسفكوا دماء المصريين: اتقوا الله، اتقوا الله في إخوانكم. وجزاك الله خيرا يا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك شيخ جميل على هذه المداخلة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المصريين وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. نرجع شيخ محمد، يعني هل يجوز للطالب أو الحافظ القرآن الكريم أو القارئ القرآن الكريم أن يقرأ على شيخه القرآن عبر التليفون أو عبر الإنترنت؟ والله في نظري أن هذا لا يجوز في هذه الأيام. طيب لو شيخه هذا بعيد عنه، ليس قربا منه،
إذا كان لا ي... لم يكن هناك شيخ في بلدي، يعني في بعض ال... مش معقول ما يكونش في مشايخ في البلد اللي هو فيه. يعني قراءة القرآن الكريم على طريقة السكايب أو الطرق الموجودة في الإنترنت لا لا يعني مش هتقدر تصحح الأحكام، مش هتقدر تسمع تلاوة. يعني لو صحيح. أراد مثلاً، لو فرضنا على سبيل المثال أراد أن يحصل على إجازة من شيخ أو من كبار القراء في بلد أخرى أو في بلد عربية أخرى، أراد أن يحصل على إجازة منه، فيعني أراد أن يقرأ عليه القرآن عبر التلفون والإنترنت لصعوبة الوصول إليه في بلد أخرى. نعم. في هذه الحالة إذا كان يراه أمام عينيه بأن يجعل يعني الصورة تكون مباشر، أن يراه أمام عينيه ويقرأ عليه، فهذا يجوز إذا كان في بلد بعيد عنه. لكن إذا كان في البلد من يعني مشايخ قراء فلا يجوز، فلا يجوز أن يأخذ عن شيخ عن طريق الإنترنت ما دام هناك قراء موجودون في هذه البلد. ربنا يبارك فيك. شيخ محمد أنت الآن يعني ملتحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وأيضا ما شاء الله في معهد القراءات، كيف تستطيع أن توفق بينهما؟ والله يا أخي يعني القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى يقود إلى الجنة ويقودنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذه كلية أصول الدين وهذا القرآن أصل من أصول الدين. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. القرآن الكريم نحن ندرس، ماذا ندرس في كلية أصول الدين؟ نحن ندرس علوم القرآن الكريم، ندرس التفسير، تفسير القرآن الكريم، ندرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، كل هذا يتعلق بالقرآن الكريم. فكيف أن لطالب أن يدخل كلية أصول الدين وهو لا يحفظ كتاب الله؟ صحيح. هذا أعانني على أن أتدرج وأصل إلى كل إلى معهد القراءات، ولله الحمد من أول سنة تقدمت في معهد القراءات الامتحان القبول قبلت من العام الأول، ما شاء الله، لأنه كان هناك مشايخ من بلدنا قدموا أكثر من 3 أو 4 أو 5 مرات ولم يقبلوا إلا في المرات الأخيرة. نعم. لصعوبة الامتحانات، امتحانات القبول. يعني أنت تستطيع توفق بين دراسة القراءات وبين حفظ الشاطبية وحفظ طيبة النشو وبجانب الدراسة؟ نعم، لا مشكلة. أنا الحمد لله رب العالمين، هو التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى، يقولنا واتقوا الله ويعلمكم الله، كلما كان الإنسان أتقى لله سبحانه وتعالى، كلما كان مراقبا لله تبارك وتعالى في سره وعلانيته في كل شيء في أمور حياته، يضع أمام نصب عينيه أن الله يراه، فهذا يعينه على الحفظ ويعينه على العلم ويعينه على التعلم لا شك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. آمين يا رب العالمين. طيب شيخ محمد، أيضا يعني بنسمع طبعا إجازة في القرآن وإجازة في القراءات، ونسمع أيضا هناك إجازة مثلا في علم الحديث أو في حفظ متن من المتون الشرعية، سواء كان متن في العقيدة، في التوحيد، في التفسير، في الحديث، أو نسمع أن الإنسان ده حصل على إجازة مثلا في حفظه للمتن، ما الفرق بين هذه الإجازة وهذه الإجازة اللي تحصل عليها في حفظه للقرآن؟ الإجازة في المتن كلاهما بهما سند؟ كلاهما بهما سند عن الإمام الشاطبي رحمه الله. القراءة يعني سند عن الإمام الشاطبي في القرآن لو نعم. حصل على إجازة مثلا في رواية أو في رواية حفص نعم. أو في القراءات له سند منذ الشيخ الذي قرأ نعم. عليه نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا السند أيضا يوجد في الإجازات الأخرى في العلوم الشرعية؟ نعم، يوجد في هذه في العلوم الأخرى، لكن يعني على نحن نعلم أن الإسناد شرط من شروط القراءة الصحيحة، لابد أن يتوافر شرط توافر الإسناد، رجال الإسناد، ولابد أن يكونوا على درجة من العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة إلى غير ذلك مما تكلم فيه علماء الحديث. فهناك إجازة في القراءات، هذه مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يقرأ الشيخ على شيخه والشيخ على شيخه حتى يتصل سندا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الإجازة في متن الشاطبي أو في المتون العلمية الأخرى، لكن تسند إلى من ألفها، لأن الإمام الشاطبي رحمه الله القاسم بن نفيرة عرض التيسير على شيخه. صحيح. من حفظه. تمام، يعني هو كان يعلم القراءات، لكن جزاه الله خيرا جمعها في أبيات شعرية سهلة سلسة سهلة في الحفظ، وعرضها على شيخه فأقره عليه، شيخه من علماء القراءات فأقره عليها، فهذه إجازة. كذلك في علوم الحديث لابد أن يأخذ الحديث عن المشايخ، عن العلماء، عن أرباب هذه الصنعة الحديثية.
صحيح. ان يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه لصغار السن يعني ما شاء الله نجد يعني الملايين من الاطفال مما يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى في صغار في السن سواء عندهم 5 سنوات او 6 سنوات الى غير ذلك، هل لهم ان ياخذوا اجازه وهل يجوز لهم ان يجازوا في القران الكريم في هذا السن؟ والله اذا كانوا يقرؤون قراءه صحيحه يعني نحن نعلم ان السن طبعا مع الاطفال يعني بيكون الحروف لسه تستخرج لطيفه جدا، فإذا كان ينظر الشيخ لابد أن يكون الشيخ صاحب نظرة في هذا الطفل، يعلم إن كان هذا الطفل سيصلح وهذا العيب الذي في لسانه بعد أن يكبر أم لا. فإذا كان الأطفال طبعا زي ما احنا عارفين كلهم يعني في حروف لم تصلح بعد، لكن مع كبر السن ومع التدرج بإذن الله سيكونون علماء فتجوز الإجازة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إذا حصل هذا الطفل الصغير في السن على إجازة، هل له أيضا أن يجيز غيره؟ أرى يعني أن القرآن الكريم مهما كان الطفل صغيرا فالقرآن يجعله شيخا كبيرا. صحيح. إن هناك شيخ شيخه القرآن من ضمن الثلاث المشايخ، وشيخ شيخه الزمان وشيخ شيخه الناس. الشيخ الذي شيخه القرآن هذا مهما كان في سن لم يحددوا له سن، لكن لابد أن يكون يعني متقنا للأحكام التي يقرأ بها أو بالرواية التي يقرأ بها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك شيخ محمد. يعني نريد أن نسمع أيضا ابتهال آخر بعنوان هاتوا من الحب والإخلاص. جزاكم الله خيرا. هاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، هاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، فإن قلبي بطه جد مفتوني، هو المعلم والدنيا تلاميذه، رسول الله هو المعلم والدنيا تلامذة منارة العلم، منارة العلم، دعا إلى الله في حب وفي أدب، رسول الله دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي لطف وفي لين، وكان أرحم من أم على ولد، ولكن كان أرأف قلبا بالمساكين. ما شاء الله لقد رائع، ربنا يبارك فيك شيخ محمد، أستاذ سبحان لك مزيدا من التوفيق والسداد والقبول والإخلاص. شيخ محمد يعني طبعا لا يخفى عليك ما تمر به من احداث، لان وقت الحلقه دهمنا واشرك عن انتهاء، ولا حول ولا قوه الا بالله، ومضى الوقت سريعا، وكان في حاجات كتير كان نفسنا نسمع ايات بروايات اخرى، ولكن انتهى يعني دهمنا الوقت واشرك على الانتهاء. في هذه الدقائق المعدوده يا حبذا لو يعني انهينا هذه الحلقه بدعاء نتضرع الى الله سبحانه وتعالى فيه ان يحفظ مصر من الفتن، ودعاء لاهل مصر ولجميع المسلمين في كل مكان.
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم احفظ مصرنا، واحقن دماءنا، وانصرنا على أعدائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا، وجلاء لهمومنا، وشفاء لصدورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تول أمرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بالطواغيت. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك شيخ محمد. يعني في ثواني معدودة رسالة توجه لحملة القرآن الكريم، ماذا تقول له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة وجهها لحملة القرآن الكريم والمشايخ والمتعلمين على حد سواء، أن يخلصوا النية إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبتغوا وجه الله تبارك وتعالى بتعليمهم للقرآن الكريم. فالله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك شيخ محمد، سعدت بهذا اللقاء الممتع طيب المبارك الذي يكشف عن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سعدت بهذا اللقاء الطيب المبارك مع ابن من أبناء الأزهر الذي لسان حاله يقول: أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني، علوم الدين والدنيا وفقه الشرع قواني، أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. جزاكم الله خير شيخ محمد على تلبية دعوتنا إليكم بحضور هذه الحلقة الممتعة الطيبة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وجعلك الله من العلماء الربانيين وأوليائه الصالحين وجنده المخلصين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.